لأنه عام على المؤامرة الإمبريالية الصهيونية. بعدين على ساعة لنا كل الشرف أن نساهم في عقد هذا اللقاء في هذه المؤتمر الثامن للقاء الوساري العربي على أرض تونس. روتشايلد المالية. وهذا لم تحسب مسألة وجود وهضم اليهود داخل مشروع التحرر والتقدم والديمقراطية وبناء الفضاء السياسي الموحد يضمن رفاه المواطنين ويضمن تنمية حقيقية واستجابة حقيقية لطموحات المواطنين وكرامتهم حتى نتجاوز أخطائنا. ولعله أول شيء نحن اليوم مطالبين أن نخلق حزام. بداية أن أشكر الرفيقات والرفاق في حزب الوطني 2010 أي قبل أشهر قلائل على يدرك أهمية القضية الفلسطينية كان التأكيد على الموقف المبدئي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للعالم العربي. يعني اليوم ما نعيشه من أوضاع تتميز بسمتين كبيرتين، الانقسام الحاد في الساحة الفلسطينية مقابل ذلك اصطفاف للرجعيات العربية مع الصهاينة بشكل مفضوح، ومن جهة ثانية مشروع التفتيت والاقتتال الأهلي والفوضى الخلاقة اللي كان الأمريكي اللي تحاول أن تنجح في المنطقة. هذا الكل يجعل القضية الفلسطينية تولي قضية في درجة ثانية، في حين أنه هي نحن ما زلنا نعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب، حولها تجي كل القضايا الأخرى. اليوم يبان بالواضح أنه مسار التسوية مع الكيان الصهيوني هذا مسار وهمي لم ينتج شيء، أنتج مزيد من الاعتداء على شعبنا في فلسطين، أنتج مزيد من الانشقاقات داخل الساحة الفلسطينية، وأنتج انفضاض حتى أنصار الشعب الفلسطيني من حوله في الساحة العالمية. اليوم المطلوب هو إعادة قراءة الوضع بشكل يسمح بتصليب خط المقاومة في الفكر وفي السياسة وفي الممارسة، خلق جبهة بداية عربية متراصة وفهم الأولويات وفهم للقضية الفلسطينية وموقعها، والعمل على خلق جبهة تضامن أممي تقف مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني. نحن نريد أن نعيد القضية إلى موقعها الأساسي، أي أنها قضية مواجهة مع نظام عنصري يريد الاستفادة من الانقسامات الموجودة داخل العالم العربي ليسيطر على هذا العالم العربي باسم الولايات المتحدة ولينهب الثروات العربية بشكل عام. نحن طرحنا في الاجتماع السابع أي منذ سنة تقريبا أننا يجب أن نتحرك باتجاه تأسيس مقاومة عربية شاملة بكافة الأشكال بما فيها النضال المسلح من أجل استعادة أرض فلسطين، خاصة وأن المشاريع التصفوية اليوم تكثر باتجاه طرح الانتهاء من الوجود الفلسطيني من الدولة الفلسطينية والاكتفاء بشعار الدولة اليهودية على صعيد العالم.